بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني وأخواتي خريجي الثانوية العامة من المدارس الحكومية والخاصة، أهلا وسهلا بكم في هذه الفعالية الإرشادية في جامعة البحرين. معاكم نور جناحي. وأنا عبد الله المناعي، أرحب فيكم عبر البث المباشر في اليوم الإرشادي. القصد من لقائنا اليوم أن نتعرف على جامعة البحرين وأهم تخصصاته، وما ننسى نرحب أيضا بأولياء الأمور اللي راح يساعدونا في إرشاد أبنائهم وبناتهم الطلاب في اختيار تخصصاتهم بدقة. وقبل كل شيء نبارك لكم جميعا النجاح والتفوق، ونتمنى للجميع حياة جامعية موفقة ومميزة. بالبركة. أعزائي الطلاب، قبل أسابيع كنت في توتر وخوف وتعب وسهر. وهذا شيء طبيعي، كنا أنا وأنت نور يوم كنا على مشارف التخرج من المرحلة الثانوية في نفس الوضع، لكن بفضل الله ثم بفضل المختصين قدرنا أن نحدد تخصصاتنا وأهدافنا واجتزنا هذه المرحلة، وأنتوا إن شاء الله اليوم راح تجتازون هذه المرحلة بإذن الله. أعزائنا الطلبة والطالبات، طلبتنا المستجدين، إذا فكرتوا في اختيار جامعة البحرين للدراسة فأنتوا على الطريق الصح، ليش برأيك عبدالله؟ وأسباب كثيرة، وأهمها أن جامعة البحرين هي الجامعة الوطنية الوحيدة في مملكة البحرين، ولأن فيها مباني متكاملة ومرافق تقدرون تمارسون فيها أنشطتكم الصفية واللا صفية. صحيح، ولأن جامعة البحرين هي أفضل جامعة على المستوى المحلي، السابعة على المستوى الخليجي، وفي المرتبة 23 بين الجامعات العربية العريقة. وأضيف شيء نور، لأن جامعة البحرين منذ تأسست سنة 1986 خرجت أكثر من 70,000 طالب وطالبة، ومنهم من صاروا وزراء وموظفين كبار ومسؤولين في الدولة، وإن شاء الله نشوفكم أنتوا على خطاهم. وقبل أن نبدأ بالتعريف بالكليات الأربع اليوم، خلينا نشوف مع بعض هذا الفيلم القصير عن الجامعة. الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة في مملكة البحرين أدى إلى أن تسابق جامعة البحرين الزمن وتصبح في مصاف الجامعات المرموقة. تضم جامعة البحرين 9 كليات وتطرح حوالي 90 برنامجاً أكاديمياً منوعاً على مستوى الدبلوم المشارك والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، ويدرس فيها حوالي 30,000 طالب وطالبة. والكليات هي كلية الآداب، كلية إدارة الأعمال، كلية البحرين للمعلمين، كلية الحقوق، كلية العلوم، كلية الهندسة، كلية التعليم التطبيقي، كلية العلوم الصحية والرياضية، Thank you.
كلية تقنية المعلومات. وتبذل جامعتنا الوطنية جهدها في سبيل تهيئة أجواء دراسية مريحة مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات والمصادر التعليمية والتعلمية. وتولي الجامعة الأنشطة الطلابية اهتماماً كبيراً بهدف صقل مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم ومشاريعهم. ويصب في صميم عمل الجامعة التميز في البحث العلمي، وتؤكد الجامعة دورها في خدمة مجتمعها عن طريق النشر والدورات التدريبية المتخصصة التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص نحو مؤسسة علمية ذكية قائمة على التكنولوجيا الرقمية. مرحبا فيكم مرة أخرى. لما نسمع عن عمارة، تصميم، إنشاءات، أقمار صناعية، شوارع، بيوت، عمارات، أتذكر كليتي. إي نعم، هذه المصطلحات كلها مرتبطة بكلية الهندسة، وكلية الهندسة في جامعة البحرين من أعرق الكليات وأكثرها شهرة وأقبال من الطلبة عليها، كفوا عليهم المهندسين، خصوصاً وأن برامجها نالت الاعتمادية العالمية. خلونا مع بعض نتعرف أكثر وأكثر على برامج هذه الكلية المهمة واللي تقع في حرم الجامعة في مدينة عيسى من خلال الدكتورة زينب علي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. يعني أولاً أحب أهنئكم كلكم طلبتنا على تفوقكم وعلى مجهودكم وعلى تحديكم لهذه الظروف، و your success يعني it's our success. وثانياً let's go together الحين and explore the College of Engineering. نعطيكم إن شاء الله فكرة سريعة عن كلية الهندسة. طبعاً قبل ما أبتدي أتكلم عن كلية الهندسة بخليكم مع هاي الكوت مع أينشتاين. إيش قال أينشتاين؟ Scientists investigate that which already is, but engineers create which has never been created. طبعاً أنا I will add to it. فهاي يوضح أهمية الإنجينيرز في الورد أراوند أس. دائما المهندسين لهم بصمة واضحة أراوند أس في everything. طالعوا حواليكم في كل المجالات. دائما المهندسين they create something that really has an impact on this world. وهاي اللي يميز المهندسين. فخلنا نشوف مع بعض who are engineers. Engineers utilize the art of mathematics, science, and technology to reshape the world. يعني باختصار المهندس شو يسوي؟ ياخذ شوية من الساينس، شوية من التكنولوجي ومع الماث يدمجهم مع بعض in order to create a better world, in order to create a place that is really satisfying for everybody. فدائما المهندسين يركزون على الابليكيشن. إن أنا شلون أطبق الساينس، شلون أطبق الماث على أساس أحل المشكلات اللي متواجدة حوالينا. فهدف الرئيسي للإنجينيرز to create a better world, a safer environment and a more relaxing world to everybody. إنزين. Now, who should apply for engineering? هاي التخصص طبعاً مناسب حق الكل. Anyone who has the passion to learn, to explore, to create, and are ready for challenges. هاي كلمة challenges نسمعها وايد في الإنجينيرينج. لأن الإنجينيرينج إذا بتلاحظون كله about challenges. طبعاً لازم نراعي التخصصات بعد، فلازم الخريج يكون خريج science or unified track or technical track. فلازم يكون مثلاً خريج علمي، توحيد مسارات، وبعض التخصصات بعد تقبل الصناعي. Other than that, طبعاً it's open to all the students who really would like to learn and explore and create. عندهم هاي الpassion for these skills. إنزين، إحنا نركز على subjects. As an engineer, to be an engineer, شنو يحتاج الطالب يتعلم؟ وشنو يحتاج يركز على شنو؟ من الأشياء المهمة اللي الطالب يحتاج يركز عليها الإنجليش. إذا لاحظتوا الإنجليش حطيناها شوية عودة. ليش؟ لأن if you look at everything around us الحين، أولاً طبيعة الدراسة تكون دائماً باللغة الإنجليزية، المقررات كلها بالإنجليش.
الكوميونيكيشن تواصل معك مع الأساتذة مع الطلبة مع الشركات، هاي كلها تكون بالإنجليش. وطبعا there is always new research، هاي الأبحاث الجديدة اللي تطلع دائما تكون بالإنجليش، فاللغة الإنجليزية مهمة جدا جدا جدا. ثانيا الماثماتكس، طبعا نلاحظ ان الانجينيرنج يعتمد اعتماد كلي على الماث، لانه هي عباره عن تطبيق. فالماث نلاحظه في كل الفيلدز اوف انجينيرنج، لانه وي ار كونتينيوسلي سولفينج بروبلمز. فالماثماتيكال سكيلز از ون اوف ذا فيري فيري امبورتنت سوري الماثماتيكال سبجكتس ار ون اوف ذا فيري امبورتنت سبجكتس ذات الانجينير يحتاجها. وبعدين احنا قلنا الانجينيرنج از ذا ابلكيشن اوف ساينس، فاكيد محتاج الفيزكس، احنا ناخذ فكره الفيزكس ونحولها لشيء نقدر نطبقه في المجتمع، لشيء ملموس نقدر نستفيد منه في المجتمع. نفس الشيء ناخذ فكره الكيمستري وننتج برودكتس ومنتوجات نستفيد منها المجتمع. وطبعا لا ننسى التكنولوجي من الاشياء المهمه، لان الحين اتس اوورد اوف تكنولوجي. فالانجينيرنج يجمع هاي السبجكتس كلهم توجذر، فلازم على الطالب يكون ملم بthese subjects. طبعا in the field of engineering slowly you are going to build the knowledge in these subjects. فبتلاحظون في مقررات وايد mathematics، في مقررات وايد physics و chemistry throughout your discipline. انزين الحين نتكلم عن السكيلز اللي هي المهارات اللي يحتاجها الانجينير. طبعا من المهارات المهمه اللي يحتاجها الانجينير هو الكوميونيكيشن سكيل، التواصل. ليش؟ لان انت الحين كمهندس تحتاج تكتب ريبورتات، فهاي الرايتنج ان تيرمز الكوميونيكيشن عن طريق الرايتنج، تحتاج تتواصل مع فريقك مع الاشخاص اللي موجودين معاك في الجامعه، تحتاج تعرض البرزنتيشن سكيلز وايد مهمه، سواء كان مجرد برزنتيشن او مثلا في التخصصات الثانيه عندهم جوري، so they have to present their work. الكوميونيكيشن سكيلز بيكون من السكيلز المهمه للانجينيرز. بعدين نروح للتيم ورك. دائما المهندسين عباره عن يشتغلون as team، افرق مع بعض. So here team work، شلون تتواصل مع فريق العمل معاك، هني وايد مهم. دائما لما نتكلم عن الانجينيرنج نتكلم عن الثينكينج، اللي هو اللي يميز الانجينير تفكيره. فعندنا الاهم السكيلز، عندنا الثينكينج سكيلز والبروبلم سولفينج، اللي هي سواء كانت كريتيكال ثينكينج اللي هو التفكير النقدي، او الكرياتيفيتي. نلاحظ الكرياتيفيتي مهمه كلش، خصوصا في التخصصات اللي صوب الارت، اللي هو مثلا الاركتكتشر الانتيريال ديزاين، هني دائما الانجينير يحتاج هاي السكيل. ولا ننسى التايم مانجمنت، بتلاحظون في الجامعه عندكم ديدلاينز، عندكم بروجكت لازم تسلمونها، اسايمنتات، عندكم مواد وايد لازم تدرسونها، فعلى اساس انه ما ينضغط عليكم وايد لازم عندكم يكون تايم مانجمنت. الجرافيكال سكيلز في بعض التخصصات وايد وايد مهمه، نفس الاركيتكتشر والانتيريال ديزاين يعتمد على الجرافيكال سكيلز. الويلنجنس تو ليرن، هاي من الاشياء اللي مو بس تحتاجها في الجامعه، حتى بعد طبعا هاي كل هالسكيلز تحتاجها مو بس للجامعه، تحتاجها حق العمل بعد. فإحنا throughout this program we are building these skills in you in order for later on you can benefit from it. الwillingness to learn طبعا هاي من السكيلز ما توقف، ما learning ما له حد معين، learning متواصل، وخصوصا في الانجينيرنج. ليش؟ لأن دائما أشياء جديدة تطلع، دائما أفكار جديدة تطلع، فهاي الwillingness to learn لازم يكون عند الطالب. وطبعا لا ننسى أهم skill هو driving for all of these skills اللي هو ال positive attitude. إذا الواحد عنده positive attitude، إذا الواحد عنده هاي الحس الإيجابي، طبعا كل شيء بيكون بالنسبة له سهل، وكل شيء بيكون بالنسبة له smooth. So these are some of the important skills for the College of Engineering. إنزين الحين what's in it for me؟ ليش انا اتخصص انجينيرنج؟ شو بصير يعني، شنو بستفيد اذا صرت مهندس؟ طبعا اول شيء قلنا كلمه التشالنجينج هذه وايد مهمه. It is a challenging professional، فاللي يحب التحدي هاي التخصص مناسب له وايد. It's applied knowledge، يعني معناته شنو؟ معناته احنا ندرس ساينس، ندرس فيزكس، ندرس كيمستري، بس في الانجينيرنج نحس، نشوف اشياء ملموسه، نشوف اشياء نستفيد منها. It creates satisfaction، طبعا يؤهل هاي التخصص يحسك بالرضا الذاتي. وبعد it opens doors to a lot of other fields، يعني هاي التخصص مو بس لما تتخرج من engineering خلاص توقف هني، تقدر تبدع في مجالات ثانية بعد. وطبعا اللي يفكرون في السالري، يس انجينيرنج يعتبر من الفيلز ذات هاز ا هاي ريليتيفلي هاي سالري. ولا ننسى طبعا مكانه الاجتماعيه، لما يقولون هذا مهندس ليه سمعته وليه مكانته الاجتماعيه.
إنزين، شلون الحين طبيعة الدراسة في قسم الهندسة؟ الهندسة طبعاً تجمع بين الجانب theoretical والpractical، يعني نشوف الجانب النظري وايد، فyou have to read, you have to explore، وفي نفس الوقت عندنا الجانب الpractical اللي هو العملي، فتشوفون في مختبرات، في عندكم مثلاً drawing, studios، ولا ننسى بعد training، في عندنا industrial training، الطالب بعد عنده من الكورسات إنه لازم يروح الشركة، يروح شركات يتعلم منهم بعض، فهي تجمع بين الجانبين. إنزين، الحين لو راح نطالع الـ College of Engineering، we have five programs، oh sorry, we have five departments and a total of nine programs. خلنا نطالع الـ departments. We have the civil engineer, the architecture and interior design, and the chemical and instrumentation, and the electrical and electronics, وعندنا الـ mechanical engineering. خلنا نشوف الحين كل تخصص أو كل department شنو من برامج عندهم. السيفل انجينير عندهم بي اس سي ان سيفل انجينيرنج فبروجرام واحد فقط. الاركيتكتشر عندهم 3 بروجرامز، عندهم باتشلر ان اركيتكتشر، بي اس سي ان انتيريور ديزاين، وعندهم تخصص جديد اللي هو الباتشلر ان لاندسكيب اركيتكتشر. الكيميكال انجينيرنج عندنا 2 بروجرامز اللي هو كيميكال انجينيرنج، وعندنا بي اس سي ان بروسيس انسترومنتيشن اند كنترول. والإلكتريكال أند إلكترونيكس عندهم بي إس سي إن إلكتريكال إنجينيرينج وبي إس سي إن إلكترونيكس إنجينيرينج، وعندنا آخر ديبارتمنت اللي هو الميكانيكال إنجينيرينج، وعندهم تخصص واحد اللي هو بي إس سي إن ميكانيكال إنجينيرينج. الحين يسألوني الطلبة لما تخرجنا من الإنجينيرينج وين بنشتغل؟ طبعاً كل واحد حسب تخصصه، وفي عندنا شركات تجمع كل تخصصات الإنجينيرينج مع بعض. فخلنا نطالع مثلاً إذا أنت تخرجت as a civil engineer فأنت بتشتغل في مجالات وايد وايد واسعة بالنسبة للسيفل إنجينير. فعندنا building control, road and building، يعني بيكون مهندس طرق مثلاً، بيكون مثلاً مدير موقع بناء مثلاً، إدارة يمكن يدير مشاريع، مهندس ضبط وجودة، مهندس في البنية التحتية، فعندك مجالات واسعة as a graduate in a civil engineer. نفس الشيء الاركيتكتشر والانتيريور ديزاين بعد مجالاتهم واسعه، عندهم مثلا الوزارات، وزاره الاشغال، المجلس الاعلى للبيئه، وزاره العمل، وبعد عندهم يقدرون يفتحون مكاتبهم الخاصه، عندهم شركات نفس مراسي، نفس عمران and so on. وطبعا نفس ما قلنا يقدرون يفتحون لهم مكاتبهم الخاصه بعد. الكيميكال انجينيرنج نلاحظ كل الشركات اللي لها علاقه بالكيميكال نفس البتروليوم، فمثلا بابكو، المانيوفاكتشرنج فور اكزامبل البا، الديسالينيشن محطات التحليه نفس سترا، محطات الغاز فور اكزامبل بنغاز، والبتروكيميكال اللي هي جي بي اي سي. طبعا ما تقتصر على ذلين، ايضا في مجالات واسعه للكيميكال انجينيرنج، كل المصانع اللي مثلا تنتج بيبر، المايننج، الفود اندستري، حتى البايوتكنولوجي، هاي كلها مجالات واسعه للكيميكال والانسترومنتيشن. الالكتريكال والالكترونيك يعني متخصصين في الطاقه، الجنريشن اوف باور، الالكتريسيتي، في التليكوميونيكيشن، في الريفاينري، حتى المصانع في الريفاينري والبتروكيميكال، في الروبوتكس مثلا، الطاقه المتجدده، اند في الديستريبيوشن اوف ذا الكتريسيتي، فعندهم بعد مجالات مختلفه. نروح للميكانيكال انجينيرنج، نفس الشيء، في عندهم الريفاينري، عندهم البتروكيميكال، مصانع البتروكيميكال، عندهم الفود والبيبر اندستري، الاوتوماتيف اندستري، حتى محطات التحليه والباور جنريشن. These are all places or job opportunities for mechanical engineers. طبعا we'll leave you with a final thought. هاي اخذنا فكره عامه عن كليه الهندسه، بس انا بخليكم مع هاي الكوت اللي وايد وايد عجبني اليوم. Engineers or engineering is the closest thing to magic that exists in this world. يعني just think of it. In engineering we are creating things. كأن we are creating a magic in this world. So are you ready to take this challenge? Are you ready to be an engineer? If you are ready, welcome to our college. وعندكم الحين هنا الانستغرام حق الكوليدج اوف انجينيرنج، يو كان اكسبلور مور اوف ذا ايدياز ذير. ثانك يو فيري ماتش. وحين اذا عندكم اي سؤال
أنا موجودة. شكرا لك دكتورة، وأحب أذكر طلابنا وطالباتنا أنهم يقدرون يشاركوننا أسئلتهم عبر البث المباشر. وحين عندنا أول سؤال اللي هو مثل ما تفضلتي دكتورة بأن الهندسة تعتمد على التطبيقات، فهل خلال فترة الدراسة يتم دعم الجانب النظري بالجانب العملي، مثلا نزور مصانع ونشوف شلون المهندسين يشتغلون؟ أكيد هاي شيء وايد وايد مهم للهندسة، لأن احنا قلنا it is the application، فالطالب لازم يدرس الجانب النظري لانه لازم يحل هاي المشاكل، بس لازم at the same time يكون له حس باللي قاعد يصير حواليه. فعندنا في كل المقررات في بعضهم طبعا تدمج في نفس المقرر يدمج النظري والعملي، في بعضهم لا مقررات نشوفها نظريه بس بعدين عندنا كورسات مخصصه فقط حق الجانب العملي اللي نسميها laboratory courses. غير laboratory courses عندنا industrial training، يعني كورس خاص حق الطالب يروح الاندستري مجال تخصصه يقعد مع المهندسين يشوف طبيعه عملهم. إلى جانب هاي بعض التخصصات أو بعض المقررات المدرس نفسه يرتب جولات للطلبة على أساس يروحون السايتس أو يطبقون، وحتى في بعض الأسايمنتات تكون أسايمنتات عملية، فالطالب لازم على أساس يحل هاي الأسايمنت لازم يطبق، لازم يروح للإندستريز، يروح لمجالات العمل على أساس to explore more and to find the answer for his assignments. شكرا دكتورة. دكتورة في سؤال بخصوص العمارة والتصميم الداخلي، يسألون هل لازم الواحد يقدر هو يرسم بيده ولا يستخدمون برامج إلكترونية يعني عبر الكمبيوتر؟ أي سؤال حلو. طبعا بالنسبة لهاي التخصصات، هاي التخصصات تجمع بوث، فمثلا في السنوات الأولية in the first year الطالب دائما يطلب منه أنه يرسم بيده. حلو. فالرسم اليدوي مهم. بعدين لما هي يعني اكسل ان ذس فيلد السنوات الثانيه لا احنا يبتدون يعني يهيئون الطالب لانه يستخدم البرامج اللي تهيئه اللي تساعده على الرسم، والسنوات الاخيره تدمج الاثنين، فتشوفون حتى البروجكتات اللي الطلبه يقدمونها اول شيء يبتدون يرسمون بيدهم وبعدين يستخدمون السوفت ويرز ان اوردر تو دو ذات، فتدمج الاثنين. حلو. في سؤال يقول هل تخصص الهندسة المدنية ينفع للبنت؟ أنا بصراحة من وجهة نظري أقول إيه لأن تخصصي، بس إيش رأيك دكتورة؟ ممتاز، عندنا pure good example هنا. طبعاً ما في شيء الحين يفصل البنت والولد، عندنا شيء اسمه equal opportunities، فدائماً الأشياء تناسب البنت وتناسب الولد، بس في مجالات يحسون أنها مثلاً تناسب الأولاد أكثر تناسب البنات أكثر، هاي يعتمد على الشخص نفسه. الإنجينيرينج as a field يناسب البوث يعني الفيميل والميل، لكن في مثلاً إذا civil engineering يحتاج أن الواحد يروح للسايت، يحتاج الواحد يتعامل مع العمال، فإذا البنية she has this willingness to do so then why not, so it suits both disciplines. حلو. في سؤال يقول أن أرغب في تخصص العمارة ولكن أسمع أن فيها اختبار ومقابل القبول. أي إنزين، الحين العمارة من التخصصات اللي شوية تختلف عن الأذر إنجينيرينج فيلدز. إذا نلاحظ الدرجة اللي أنت تحصل عليها أو المستوى الطالب في الثانوية والدرجات وتوزيع الدرجات، هذه ما توضح لنا، صح توضح مستوى الطالب فعلا بس ما توضح جوانب ثانية يحتاجها تخصص العمارة. مثلا الجانب الإبداعي، يعني لأن العمارة تعتمد اعتماد كبير على الكرياتيفيتي وهاي السكيلز والرسم، فهاي السكيلز ما بتكون واضحه بمجرد ان الواحد ياخذ الشهاده او الترانسكريبت، فلازم الديبارتمنت هنا يقيس هاي الاشياء في الطالب، فالاختبار او المقابله ليش؟ باختصار على اساس نعرف ان الطالب عنده هاي الدروينج سكيلز او عنده هاي المخيلات التصوريه اللي يقدر يتخيل او عنده الحس الفني اللي فعلا يحتاجه لهاي المجالات او عنده التفكير الابداعي اللي وايد وايد مهم حق هاي التخصصات. شكراً أستاذة زينب، ما قصرتي. وحين ننتقل لكلية العلوم الصحية والرياضية، وهي كلية من أقدم الكليات في البحرين ويتخرج منها ناس تعرفونهم زين، تعرفونهم بعطائهم السخي، جنودنا في الصفوف الأولى دائماً وأبداً، خريجي كلية العلوم الصحية والرياضية اللي نفخر بهم. قسم العلوم الصحية في هذه الكلية يوفر برامج أكاديمية تتمتع بقدر عالي من الكفاءة والجودة في تخصصات التمريض والمهن الصحية، ونبقى الآن مع الأستاذ مروان الذيب من الكلية للتعرف أكثر على هذا القسم.
شكرا نور وشكرا عبد الله. تحيه طيبه للطلبه ومبارك لهم التخرج، تحيه لاولياء الامور الكرام، كل من يتابعنا في هذا البث الحي. سعيد اليوم اني اكون معكم للتعرف على برامج كليه العلوم الصحيه والرياضيه، واحده من اعرق الكليات ولو انها هي احدثها انضماما للجامعه. بدايه احب اخليكم في الصوره. الكليه العلوم الصحيه تتكون من عده اقسام، اولها قسم التمريض وهو اول مركز متعاون مع منظمه الصحه العالميه في تطوير التمريض. هناك ايضا مركز او قسم العلوم الصحيه المسانده، ويتشكل من مجموعه برامج تخصصيه راح نذكرها في خلال الدقائق القادمه. الكلية أيضا فيها أقسام العلوم المتكاملة ومركز اللغة الإنجليزية، وهي أقسام تعمل على تقديم المواد المساعدة للبرامج التخصصية. وأيضا انضم للكلية مؤخرا قسم التربية البدنية أو التربية الرياضية. أوكي، في هذا العرض راح أعطيكم نبذة إن شاء الله على البرامج التمريض أو قسم التمريض وقسم العلوم الصحية المساندة، وأحاول أجاوب على بعض من أسئلتكم اللي قد تتبادر إلى أذهانكم إذا حبيتوا أو أنتم تفكرون في الانضمام للكلية. راح أبتدي بالتمريض، وبما أنه تخصصي، والتمريض هو مهنة تهتم بالرعاية الصحية ومختلف أشكالها ومختلف الفئات اللي تقدمها، وتهدف إلى تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض للفرد وللمجتمع. وقسم التمريض في كلية العلوم الصحية يقدم ثلاث برامج أو ثلاث مستويات أكاديمية. المستوى الأول هو بكالوريوس التمريض، والمستوى الثاني هو الدبلومة التخصصية والتي تأتي بعد حصولك على البكالوريوس، وفيها عدة تخصصات من ضمنها القبالة والصحة النفسية، صحة المجتمع وغيرها. وأيضا المستوى الثالث وهو مستوى الماجستير في علوم التمريض. بالنسبة للعلوم الصحية المساندة أو Allied Health Professions، تحتوي على مجموعة من البرامج، وأذكرها لكم، من ضمنها بكالوريوس الصيدلة، بكالوريوس علوم المختبرات، تقنية الأشعة التشخيصية، وبكالوريوس العلاج الطبيعي، وأيضا دبلوم صحة الأفهم والأسنان. هذه القسم يستهدف إنشاء طاقم صحي كفء قادر على تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي من خلال التشخيص أو مساعدة في التشخيص وخلال تنفيذ الخطط العلاجية. راح استعرض معاكم الاسئله اللي ممكن تتبادر على في اذهانكم، وتذكروا ان اغلب اقسام الكليه تتشارك في اغلب الخصائص ومتطلبات. فبالنسبه اذا انت طالب تفكر انك تدخل في كليه العلوم الصحيه او احد برامج كليه العلوم الصحيه، اولا تحتاج انك تجتاز متطلبات التسجيل في جامعة البحرين، وأيضا تحتاج تكون من خريجي الشعبة العلمية في الثانوية العامة. الكلية أيضا لها متطلبات خاصة، من ضمنها أنك لازم تجتاز مقابلات الكلية. تحتاج أيضا أنك تكون عندك high skills of أو good level of English at least، لأن الدراسة طول الأربع سنوات أو الأربع سنوات ونصف راح تكون باللغة الإنجليزية، فالطالب يحتاج يكون عنده مستوى جيد من اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى صحة المتقدم، وهذا شيء يمكن خاص شوي في الكلية، أن الطالب يحتاج يكون عنده أو يكون في صحة جيدة لخصوصية الكلية من تقديم رعاية صحية للمرضى. أيضا من الأشياء اللي لازم تكون عندك كطالب تفكر في دخول الكلية أو على الأقل تنمي هذه المهارات، اللي هي مهارة التواصل ومهارة العمل الجماعي، وهذه الأشياء راح تحتاجها بناء على أساليب التعلم والتعليم اللي موجودة في الكلية. السؤال الثاني اللي ممكن تبادر إلى ذهانكم هو ليش
بختار كليه العلوم الصحيه او ليش اختار برنامج من كليات من برامج كليات العلوم الصحيه والرياضيه. نقطه من النقاط او مجموعه من النقاط راح اذكرها لكم، ولكن ليست هي النقاط الوحيده اللي تخليكم تدخلون الى هذه الكليه. بدايه كل تخصصات كليه العلوم الصحيه فيها جانب انساني، وفيها في تفاصيلها نوع من تقديم الرعايه الى الفرد والمجتمع. ففي النهايه انت كخريج من كليه العلوم الصحيه تقدم خدمات دائما الى مجتمعك والى وطنك. الشيء الثاني ويمكن يكون مهم بالنسبه لكم هو الطلب العالي على اغلب تخصصات كليه العلوم الصحيه، طبعا باختلاف التخصصات. يعني على سبيل المثال مثلا التمريض من يعتبر من اكثر التخصصات نموا من ناحيه الموارد البشريه ومن ناحيه عدد الموظفين في عده دول مو بس محليا. هذه التخصصات كليه العلوم الصحيه ايضا لها دخل محترم جدا، ومن مما شانه انه يرفع من او يعتبر ان الوظيفه هذه تعتبر ذات امن وظيفي عالي. شيء ثاني مهم في او يخليك تدخل كليه العلوم الصحيه ان تعدد التخصصات في القطاع الصحي، فانت يعني عندك الكثير من الخيارات مستقبلا في تخصصات معينه. انت مهتم مثلا بالقلب او مهتم بالصحه النفسيه، فعندك مجالات كثيره تتخصص فيها على طبعا على اختلاف التخصصات، وعندك ايضا او سهوله استكمال التعليم الاكاديمي مالك. والحمد لله في كليه العلوم الصحيه اليوم في برنامجين ماجستير، برنامج في صحه التمريض البالغين وبرنامج في الفيزيوثيرابي، ماجستير في الفيزيوثيرابي او العلاج الطبيعي. وايضا بامكانكم استكمال دراستكم ايضا خارج البحرين، فالشهادات كلها معتمده. هذا بالنسبه ليش او اجابه ليش اختار كليه العلوم الصحيه. سؤال ثاني بعد يمكن يهمكم تعرفون اجابته هو learning methods او طريق او اساليب التعليم او اساليب التعلم في كليه العلوم الصحيه. كليه العلوم الصحيه برامجها كلها تشترك في نوعيه طرق التعلم او اساليب التعلم، وتختلف مع بعض الكليات في جامعه البحرين نوعا ما. فعلى غرار الكليات الثانيه في الجانب النظري من التعليم اللي هو الريجولر كلاس رومز اللي انت راح تحضر فيها، وغالبا في كليه العلوم الصحيه المحاضرات تكون محاضرات تفاعليه، لذلك يتطلب منك يكون عندك سكيلز او مهارات تواصل. الجانب الثاني وهو ايضا جانب موجود في اغلب الكليات وهو الجانب العملي مع اختلاف المختبرات اللي يتم فيها تدريب. هذه المختبرات الهدف منها محاكاة طبيعة العمل وتجهيز الطالب قبل لا يمر إلى المرحلة الثالثة من التعليم، وهي مرحلة التدريب الكلينيكي أو التدريب داخل المستشفيات. هو جزء أساسي ويأخذ يعني جزء كبير من أغلب برامج كلية العلوم الصحية. هذا بالنسبة للليرنينج ميثودز. بعد في نفس هذا الموضوع قد يهمكم تعرفون أن ايضا سبل التقييم او اساليب التقييم راح تكون متماثله مع اساليب التعليم، معناتها انه في امتحانات كتابيه اعتياديه وفي امتحانات عمليه داخل المختبرات، وفي ايضا تقييم وامتحانات في المستشفيات او في اماكن التدريب. سؤال اخر مهم اعتقد انه مهم او كثير منكم يمكن يطرحونه اللي هو وين اقدر اشتغل لما اتخرج من كليه العلوم الصحيه؟ طبعا الجواب الكلاسيكي ان كلنا نعرف ان خريجين عن كليه العلوم الصحيه بالاساس راح يشتغلون في المأسات او المنشآت الصحيه، مستشفيات حكوميه او عيادات او مراكز صحيه او غيرها من المنشآت الصحيه. بس هذه مو مع انه يشكل جزء كبير من توظيف الخريجين، لكن هذا هو مو القطاع الوحيد اللي ممكن توظف فيه كخريج من كليه العلوم الصحيه. في عده قطاعات تشمل حتى قطاعات الصناعيه، قطاعات التعليم، اي مكان يحتاج الى رعايه صحيه ممكن تشتغل فيه. في ايضا خدمات صحيه اجتماعيه او منزليه ممكن تشتغل فيها. في قطاع التعليم والتدريب على سبيل المثال التعليم الاكاديمي للصحيين او حتى التعليم الكلينيكي. ف اماكن العمل ليست محدوده فقط للمنشآت الصحيه. وباختلاف التخصصات يعني في تخصصات ممكن يعني مثلا الصيدلاني ممكن ايضا يفتح صيدليه، والاخصائي العلاج الطبيعي ايضا ممكن يفتح مركزه الخاص او عيادته الخاصه وغيره. قبل لا اختم وياكم
العرض اليوم في أشياء مهمة إذا فكرت في هذه المرحلة أنك تدخل أحد تخصصات كلية العلوم الصحية. أعتقد أنه مهم أن تعرفون بعض متطلبات أو احتياجات التدريب والعمل لاحقاً بعدين إذا تخرجت واشتغلت في القطاع الصحي. العمل والتدريب في القطاع الصحي يحتاج أنك تكون عندك قدرة على التأقلم مع احتياجات الشغل، ومن ضمن الاحتياجات أنك تعمل في نظام النوبات أو shift duty. ونظام النوبات تعرفون أنه يكون فيه 3 نوبات احتمال أو حتى نوبتين، سواء كان نهار مساء أو ليلا. وأيضا بعض المنشآت الصحية تستخدم نظام النوبتين، معناتها أن أنت احتمال تشتغل 8 ساعات على جزئين في اليوم. شيء ثاني تحت ممكن مهم تعرفونه كطلبة أو حتى كمستقبلا خريجين من كلية العلوم الصحية، أن أنت قد تضطر تتعامل مع يعني الجنس المختلف أثناء تقديمك للرعاية الصحية. تحتاج تنمي أو على الأقل يكون عندك حساسية للمختلف الثقافات اللي موجودة، لأنك راح تتعامل مع مختلف الثقافات والبلدان الأعراق، ولازم تكون على مقدرة أو على بعض من المعرفة بهذه الثقافات وتكون قادر على تقديرهم واحترامهم. جزء مهم بعد أن أنت تكون عندك الاستعداد للعمل في فرق من تخصصات مختلفة، لأن الرعاية الصحية الشاملة تتطلب عمل بين الطبيب والممرض وأخصائي الأشعة وأخصائي العلاج الطبيعي، فهذه لازم تنمي هاي المهارة وتكون على يعني دراية بها. آخر شيء مهم ممكن تعرفونه، وراح أعطي مثال يمكن يهم البنات عادة، أن من ضمن التأقلم مع أو مع احتياجات العمل الضرورات العمل، ان مثل على سبيل المثال ان البنت ممكن تحتاج ترفع الكم الى الكوعين لاداء بعض الاجراءات في المستشفى او بعض البروسيجرز. فهذه سبيل المثال، وفي عده اشياء ممكن تحتاج انت تتاقلم اياها، فلازم تحطون في بالكم هذه الاشياء. هني اكون وصلت وياكم الى الختام، بس قبل لا اختم وياكم اريد اذكركم ان موقع الجامعه في قسم كامل عن كلية العلوم الصحية، عن كل البرامج، فيه كثير من المعلومات اللي أنا احنا ممكن ما غطيتها اليوم وياكم في النبذة هذه القصيرة. عندكم بعد الايميل اللي تشوفونه، اذا كان عندكم اي استفسارات تقدرون تستخدمونه او تقدرون ترسلون استفساراتكم على هذا البريد الالكتروني. وتمنياتي للجميع ان شاء الله بالتوفيق. شكرا لك استاذ مروان. أستاذ طبعاً أنجاوبت على الكثير من الأسئلة، ولكن ما زالوا أخوان الطلاب يسألون بعد، فما يمنع أن احنا نشبع فضولهم. أول سؤال يقول: شنو طبيعة دراسة العلوم الصحية؟ هل هي عملية أكثر أو نظرية؟ مثل ما ذكرت، في 3 جوانب في الدراسة في كلية العلوم الصحية: الجانب نظري، وجانب عملي في المختبرات، وجانب كلينيكي في المستشفيات. يمكن للتوضيح اكثر، او يمكن يتساءلون هل شنو الوزن مال كل جانب، هاي يختلف من تخصص الى تخصص، لكن يعني على سبيل المثال تخصصات التمريض اغلب مواد التمريض راح تحتوي على الاقل على 50% من الجانب الكلينيكي، ان انت تحتاج تتدرب في المستشفى بشكل كبير. يمكن تخصصات ثانيه يكون النسبه اقل، لكن لا زال هاي 3 مكونات لازم تكون موجوده في تخصصات كلية العلوم الصحية. في سؤال آخر يقول: في تخصص الصيدلة هل نتعلم كيف نصنع الأدوية؟ نعم، في تخصص الصيدلة في مواد تتكلم عن تصنيع الأدوية، أو تعلم الطالب عن تركيب الأدوية، موجود هذه المواد. جميل. سؤال بعد: هل في كلية العلوم الصحية قسم العلوم الصحية تخصصات في التمريض مثل تمريض القلب أو الكبار أو الأطفال؟ نعم، بعد كنت ذكرت في موضوع البرامج المطروحة في كلية العلوم الصحية أن في دبلومة تخصصية بعد، يعني يمكنك دراستها أو وصلت الدراسة بعد البكالوريوس، فيها عدة تخصصات من ضمنها الصحة النفسية، صحة القلب، القبالة إلى آخره. بإمكانكم بعد الاطلاع على الموقع وتشوفون كل التخصصات المطروحة. جميل جميل، شكرا شكرا أستاذ مروان. وننتقل الآن إلى النشاط.
قسم التربية الرياضية في الكلية نفسها، كلية العلوم الصحية والرياضية. ومثل ما الكلية من أقدم الكليات في البحرين، فقسم التربية الرياضية من أقدم أقسام التربية الرياضية المعنية بإعداد معلمي التربية الرياضية في دول مجلس التعاون الخليجي على الإطلاق. وما في داعي للكلام الكثير عن دور الرياضة وأهميتها في حياتنا وبالأخص في مملكة البحرين وإنجازاتنا المشرفة في مجال الرياضة. وللحديث أكثر عن هذا القسم، خلونا مع بعض نتعرف أكثر من خلال ممثل الكلية الدكتورة إنعام النجار. صباح الخير، صباح النشاط وصباح الصحة إن شاء الله. أولاً أقول ألف مبروك لخريجين هذا العام، وأتمنى لكم التوفيق في اختيار الكلية والقسم اللي تحبون أو اللي حلمتوا فيه طول حياتكم. أبارك أيضا لأولياء الأمور، لأنه يعني كلتنا نعرف مدى تعبهم خلال هذه الفترة، فألف مبروك. راح أتكلم عن واحد من أقدم الأقسام مثل ما عبدالله قال، من أقدم أقسام الجامعة اللي هو قسم التربية الرياضية. هذا القسم مؤخرا انضم إلى كلية العلوم الصحية والرياضية. هذا القسم يضم عدد كبير حقيقة من الطلبة، يمكن أكثر الأقسام عددا في دول مجلس التعاون. أيضا هو من الأقسام اللي يضم ونفتخر بعدد كبير من الطلبة اللاعبين في المنتخبات الوطنية وفي أندية الدرجة الأولى وأيضا المحترفين. هذا القسم طبعا للدخول إلى هذا القسم يحتاج إلى عدد من الشروط. نعم، هو بعد أن يدخل الطالب إلى جامعة البحرين كمتطلبات جامعة البحرين، هناك متطلبات أخرى لهذا القسم راح إن شاء الله راح نقولها على التوالي. القسم يحتاج أو برامج القسم ولغة القسم وطريقة الدراسة. برامج القسم حقيقة الآن هو برنامج واحد اللي هو برنامج بكالوريوس التربية الرياضية. في بالحقيقة برنامجين، البرنامج القديم اللي هو كان في 2009 تقريبا، الدفعات الآن دا تتخرج يعني تقريبا دا ننهي تخرجها الآن، وأيضا تم تطوير البرنامج الحالي اللي بدينا به بالفعل في سنة 2019. فاللي راح يجي إن شاء الله ويدخل معنا راح يكون هو ضمن البرنامج المطور اللي هو برنامج بكالوريوس التربية الرياضية. لغة الدراسة طبعا، لغة الدراسة مثل ما نعرف انه احنا كثير من اغلب خريجينا هم راح يروحون الى وجهة وزارة التربية، فاللغة العربية هي لغة الدراسة. طريقة الدراسة هي طبعا طريقة الدراسة الفصلية. هناك ايضا بالاضافة الى هذه اللي احنا ذكرناها، هناك بعض من الدورات التحكيمية تعطى خلال فترة الدراسة، طبعا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، حتى تصقل مواهب الطالب بشكل أفضل قبل أن يتخرج من هذا القسم. الشروط ومعايير القبول في قسم التربية الرياضية حقيقة شروط شوية يمكن تكون في بعض الأحيان مزعجة للبعض، ولكن حتى نخرج خريج قادر على قيادة الحركة الرياضية ويكون يمكن مدرس جيد ومدرب جيد ومحكم جيد، يجب أن يكون أولا يجتاز العفو شروط الجامعة. اثنين، أن طبعا يكون ما يقل معدلة عن 70. أيضا هناك يمكن بعض الأمور اللي احنا نراعيها، ويتجينا أسئلة كثيرة ليش احنا ناخذ هذه القياسات بالذات. يجب أن لا يقل طول المتقدم عن 165 للطلاب و155 للطالبات. أيضا أن يجتاز مجموعة من الاختبارات اللي راح نذكرها فيما بعد. هذه الاختبارات طبعا وضعت من خلال لجنة وكانت لها مرجعية. هذه الاختبارات تكون على مستوى حتى دول العربية وبعض الدول الأجنبية.
الاختبارات هي طبعا الفحص الطبي، يجب ان يكون للطالب ان يجتاز الفحص الطبي، وهذا طبعا يكون موجود في يجلب الطالب معه من المراكز الصحيه الموجوده في البحرين او المستشفيات الحكوميه، وهذا ضروري جدا انه احنا حتى ما نقبل لا سمح الله طالب قد يكون هناك عنده امراض لا سمح الله تمنعه من مزاوله الرياضه، خاصه انه هو عنده مجموعه من المقررات العمليه، والمقررات العمليه اللي تتطلب مجهود بدني ومجهود يعني صحي عالي. ايضا راح يكون هناك مثل ما قلنا اختبارات القوام، اختبارات المقابله الشخصيه، مثل ما تشوفون كثير من الاختبارات اللي موجوده هنا نحن نشوفها، بالاضافه الى اختبارات مهمه جدا اللي هي الاختبارات المهاريه، نشوف مدى كفاءه الطالب في اجتياز هذه المهارات الاختبارات المهاريه. يمكن يجي يقول انا لاعب كره سله فنختبره كره سله، لاعب كره طائره وهكذا، أو أنه يحب هذه الألعاب فنختبره اختبارات مهارية، بالإضافة إلى الاختبارات البدنية اللي هي نقيس بها السرعة، نقيس بها التحمل، نقيس بها الرشاقة، التوافق الحركي، كل هذه القياسات أو الاختبارات موجودة، بالإضافة إلى شيء مهم جدا اللي هو اختبارات قياسات القوام، وهذا مهم حتى كل الطلبة الموجودين في كلية التربية في قسم التربية الرياضية، يجب أن يكونوا أن يتمتعوا بقوام جيد، بقوام على الأقل معتدل، وهذا مثل ما قلنا هو راح يفيدك في مستقبل المقررات اللي راح نشوفها. راح تاخذ في القسم مقررات عمليه ومقررات نظريه، كل المقررات اللي راح تذكر يعني راح تشوفوها على الشاشه او اللي راح نذكرها هي مقررات تجمع او تنجمع حتى نكون رياضي صحيح، ولهذا احنا في قسم التربيه الرياضيه ما يسمى علم الرياضه، يسمى علوم الرياضه، لهذا راح نشوف العلوم اللي راح تدرسها منها البحث العلمي، منها علم الاجتماع، منها علم هذه العلوم الفسيولوجيا الرياضه، التغذيه، الاداره والتنظيم، طرق التدريس، الترويح، مثل ما قلنا القوام، التربيه المعدله اللي تعنى باخواننا ذوي ذوي الإعاقة، أيضا هناك مقررات العفو، هناك مقررات التعلم الحركي، الميكانيكا الحيوية، التحليل الحركي، كل هذه المقررات الأبطال اللي نشوفهم يتوجون على منصات التتويج العالمية، كل هذه العلوم تتضافر حتى تصنع بطل، حتى تصنع بطل يتوج في الأخير. المقررات العملية طبعا المقررات العملية يعني هنا راح نكون هنا التحدي، هنا في المقررات العملية نأخذ المقررات الجماعية، الألعاب الجماعية، السلة، الطائرة، كرة القدم، كرة اليد، إن شاء الله ما أنسى بعض الألعاب، وأيضا المقررات النظرية الفردية الفردية اللي هي الجمباز، ألعاب القوى، السباحة، وطبعا السباحة واحد أيضا من الاختبارات اللي راح تكون ضمن اختبارات القدرات البدنية، أيضا التدريب الأثقال، التنس، التنس الأرضي، تنس طاولة، فكل هذه الألعاب راح نشوفها والمقررات راح تأخذها في كمقررات عملية داخل الكلية. مجالات العمل، في كثير من الطلبة يتصورون أنه مجال العمل، نعم الوجهة الأساسية اللي تستقطب طلبتنا الخريجين هي وزارة التعليم، وزارة التربية والتعليم، لكن هناك مجالات أخرى تعتمد على كفاءة الطالب. يعني أنا إذا خليت يعني متقصدين إحنا خلينا طبعا الصور، وهذه الصور كلها هي من طلبتنا، هي المجالات اللي يكونون موجودين فيها طلبتنا، ممكن تكون حكم بالإضافة إلى أنك مدرس، ممكن تكون مدرب بالإضافة إلى أنك مدرس، ممكن تكون مدرس، ممكن تكون عضو في اتحادات رياضية، ممكن تكون مدرب في أكاديميات، وما شاء الله نشوف الأكاديميات الآن، ممكن تكون مدرب في جيم، ممكن أنت تكون
صاحب جيم، فبالتالي مجالات العمل كثيرة وواسعة. نفتخر كثير أنه طلبتنا دائما نشوفهم متطوعين في سباقات الفورمولا، في سباقات العالمية اللي تتواجد الآن على أرض مملكة البحرين. يعني نفتخر أنه طلبتنا يكونوا موجودين ومتطوعين في تنظيم هذه الألعاب. أو التواصل طبعا بالإضافة إلى موقع الجامعة، هناك أيضا عندنا صفحة الانستغرام الخاصة بنا بقسم التربية الرياضية. هذه الصفحة راح تشوفون فيها كل الأنشطة، راح تشوفون فيها كل الأخبار العلمية والعملية وكل الأنشطة الرياضية اللي نسويها على مدار السنة. وأيضا هناك موقع آخر سميناه من الطالب للطالب، ممكن تسأل أي سؤال، ولكن أصحاب هذا الموقع اللي هم من طلبتنا تطوعوا حتى يكونون حلقة تواصل، راح ينقلون السؤال وبكل حب راح نعطي لهم الإجابة. فإذا كنت حاس أنك أنت رياضي ورح تكون رياضي جيد، فأهلا وسهلا بك في قسم التربية الرياضية. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتورة. طبعا في أسئلة كثيرة، وأذكر أخواني وأخواتي الطلاب أنهم يقدرون يشاركوننا بأسئلتهم عبر البث المباشر في المنصتين مايكروسوفت تيمز واليوتيوب. أول سؤال دكتورة، يسأل طالب أعتقد أنه يحب مجال الرياضة والألعاب، فيسأل هل نتعلم بعض الألعاب الرياضية في تخصص التربية الرياضية؟ نعم أكيد، في كل المقررات العملية اللي يأخذها الطالب، وإحنا تقريبا عندنا أكثر من 70% مقررات عملية، رح يتعلم كل الألعاب الرياضية الموجودة طبعا ضمن مقرراتنا. لكن أنا دائما أقول إحنا ما نخلق بطل، احنا نخلق معلم يصنع بطل او مدرب يصنع بطل، بس انت بالعموم راح تتعلم كل الالعاب اللي احنا في مقرراتنا العمليه. شكرا لك دكتوره. في سؤال يقول شلون تدعم الجامعه طلاب الرياضه خصوصا اذا كانوا لاعبين منتخبات؟ يعني هذا مو مبالغه اذا حكيت، ولكن هم الطلبه يعني يلمسون هذا الشيء. الحمد لله الجامعه بادارتها وعلى راسها حقيقه الاستاذ الدكتور رياض حمزه يولي دعم كبير، واحنا لمسناه حقيقه في التربيه الرياضيه، وهذا خلانا على مدى 3 سنوات من بطوله الشيخ ناصر للجامعات وايضا الدوري الوطني للجامعات نحرز على المراكز الاولى في كل الالعاب اللي احنا ويعني بصراحة جامعة البحرين رقم صعب أنه يعني يتحدوها باقي الجامعات خاصة بمجال الرياضة. شكرا للدكتورة نعم. شكرا جزيلا. والآن بعد الهندسة والتمريض والرياضة، خلونا نروح مكان مختلف شوي، وهو كلية الآداب، وهي واحدة من أقدم وأعرق كلياتنا واللي تأسست جامعة البحرين عليها. الكلية تقدم عدد متنوع من التخصصات اللغوية والإنسانية والإعلامية، ونظراً لتعدد التخصصات ستقوم الدكتورة ضياء الكعبي بتقدم لنا جانب من البرامج اللي تطرحها الكلية، منها قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية واللغة الإنجليزية والتاريخ. أرحب بكم جميعاً أعزائي الطلبة، وأبارك لكم جميعاً هذا التخرج، وأنتم الآن تتجهون صوب الخطوة الأولى والاختيار الأول. طبعاً اختيار مسار هو سيكون أولاً وأخيراً مساركم المستقبلي. أتحدث الآن عن كلية الآداب. عندما نتحدث عن كلية الآداب نحن نتحدث عن واحدة من أكبر وأعرق وأقدم كليات جامعة البحرين، وعندما نتحدث عن الآداب نحن نتحدث عن كلية مؤثرة. الآداب، العلوم الإنسانية، العلوم الاجتماعية، الثقافة، الإعلام، السياحة، الفنون، اللغات المختلفة، جميعها معارف إنسانية كانت ولا تزال تؤثر في حياتنا اليومية وتؤثر كذلك في صناعة القرار. إذن كلية الآداب هي تصنع العقول وتصنع كذلك المعرفة وتنتج المعرفة الإنسانية. لذلك كانت رسالة كلية الآداب هي إعداد قيادات فكرية وتنويرية متمكنة بثقافتها
العقلية والنقدية من تعزيز هويتها العربية والإسلامية واحترام التعددية الثقافية واحترام كذلك المواطنة والحرص على ترسيخ قيم التسامح الكوني. عندما نتحدث كذلك عن كلية الآداب نتحدث عن كلية تريد أن تنتج المعرفة وأن تعمق مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تلبي احتياجات المجتمع، وهي كلية تسعى للحصول على الاعتماد الأكاديمي المحلي وكذلك العالمي. كلية الآداب في حقيقة الأمر تتكون من 5 أقسام علمية. أول قسم من هذه الأقسام هو قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية. طبعاً عندما نتحدث عن قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية نتحدث عن شعبتين، شعبة اللغة العربية وشعبة الدراسات الإسلامية، ويقدم القسم برنامجي بكالوريوس، هما البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها والبكالوريوس في الدراسات الإسلامية. وابتداء من سبتمبر 2020 سيتم طرح البرنامج الجديد المطور للشعبتين. لغة الدراسة هي اللغة العربية الفصحى. فيما يتعلق بشروط أو بشروط القبول، القبول في بكالوريوس اللغة العربية هو يخضع لمعايير القبول في جامعة البحرين، مع وجود شرط تخصصي ألا تقل درجة الطالب عن 75% في مقررات اللغة العربية في المرحلة الثانوية. يقدم البرنامج برنامج اللغة العربية أو البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها حزمة مختارة بعناية من المقررات اللغوية والأدبية والنقدية التي تعرف الطالبة إلى علوم اللغة العربية وأساسياتها لغة وأدبا ونقدا. طبيعة المقررات هي طبيعة نظرية باستثناء بعض المقررات التي فيها شق ميداني تطبيقي، على سبيل المثال الفولكلور، الأدب الشعبي، ومقرر المسرحية العربية الحديثة، بعض التطبيقات في مقررات اللغويات. أين يعمل خريجو البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها؟ طبعاً هذا السؤال على درجة عالية من الأهمية. في حقيقة الأمر تبوأ عدد كبير من خريجي البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها مناصب مرموقة في الدولة ومؤثرة. هم يعملون في المؤسسات التعليمية، المدارس الحكومية الخاصة، هيئة شؤون الإعلام، الصحافة، هيئة البحرين للآثار، التصحيح اللغوي، مجلس الشورى، البرلمان، وزارة الخارجية، وأيضا مناصب أخرى. أما فيما يتعلق بشعبة الدراسات الإسلامية، بكالوريوس الدراسات الإسلامية يطرح تخصص الشريعة وتخصص أصول الدين، وهو يسعى لإنتاج الفكر الوسطي المعتدل، ويضم مجموعة من المقررات لترسيخ المعرفة بالعقيدة والشريعة وتطبيق المناهج الحديثة في التحليل. أين يعمل خريجو برنامج البكالوريوس في الدراسات الإسلامية؟ التدريس بوزارة التربية والتعليم، الإرشاد والوعظ بوزارة العدل والأوقاف الإسلامية، القضاء الشرعي، باحث شرعي في الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، مراقب شرعي أو مدقق شرعي في البنوك الإسلامية، أخصائي دراسات وبحوث، وباحث قانوني. القسم الثاني هو قسم العلوم الاجتماعية، ومن أهم البرامج، أو نستطيع أن نقول الآن البرنامج الوحيد الذي يطرح في هذا القسم، هو برنامج البكالوريوس في التاريخ منفرد ورئيس. وابتداء من سبتمبر 2020 الفصل الدراسي الأول سيطبق البرنامج الجديد المطور في التاريخ على الدفعة الجديدة. لغة الدراسة هي اللغة العربية. طبعاً تم تصميم بكالوريوس الآداب في التاريخ لتزويدكم بأساس تاريخي قوي من شأنه أن يمكنكم من الاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل، خاصة في مجال علم التاريخ والمجالات المرتبطة بالعلاقات الدولية.
يلتزم القسم لهذا البرنامج بشروط القبول العام لجامعة البحرين، بالإضافة إلى شرط داخلي اجتياز الطالب اختبارا تحريريا في الاختصاص تكون درجة الاجتياز 70%. فرص العمل لخريجي بكالوريوس التاريخ، أو بالأحرى الإجابة عن السؤال أين يعمل خريجو البكالوريوس في التاريخ، يخرج البرنامج كوادر مؤهلة تشغل وظائف متنوعة في وزارات الدولة كوزارة التربية والتعليم، هيئة شؤون الإعلام، هيئة البحرين للثقافة والآثار، متحف البحرين الوطني، ويتم التنسيق حالياً بين شعبة التاريخ وزارات الدولة كوزارة الخارجية والمجلس الأعلى للمرأة. عندما ننتقل إلى قسم اللغة الإنجليزية وآدابها Department of English Language and Literature، سنجد أن هذا القسم بالذات هو أيضاً من أقدم الأقسام في جامعة البحرين، يعود إنشاءه إلى عام 1986. طبعاً هذا القسم من الأقسام إذن العريقة والقديمة في جامعة البحرين، ويقدم عدة برامج وأيضاً حتى على مستوى الدراسات العليا، لكنني سأتحدث عن برنامج البكالوريوس في اللغة الإنجليزية وآدابها. بالمناسبة طبعاً خضع للتطوير ابتداء من سبتمبر 2020، سيطرح البرنامج المطور. يستجيب هذا البرنامج لخطة جامعة البحرين التطويرية واحتياجات سوق العمل البحريني. يكسب البرنامج الطلبة مهارات عالية في التفكير النقدي، في التفكير المقارن. طبعاً ماذا يدرس الطالب في هذا البرنامج؟ مقررات لغوية في اللغة الإنجليزية في المرحلة التأسيسية للبرنامج، كذلك على مستوى اللغويات التطبيقية التي تعمق التفكير الناقد critical thinking، مقررات في اللغويات، مقررات في English literature أو الأدب الإنجليزي، والغالبية العظمى من هذه المقررات في هذا البرنامج تحقق التزاوج والربط بين المعارف النظرية والتطبيق من خلال فرق بحثية وجماعية. طبعاً الطالب يأخذ هذا البكالوريوس، يأخذه بوصفه تخصصاً منفرداً أو رئيس، وألفت الانتباه إلى وجود تخصصات داخل تخصص بكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها. يستطيع الطالب أن يتخصص، يأخذ فرعي في اللغويات أو في الأدب الإنجليزي أو في الترجمة أو الدراسات الأمريكية أو فرعي في الدراسات الفرنسية. الآن السؤال، ما الوظائف المتاحة لخريجي هذا البرنامج؟ طبعاً هذا القسم من أكثر أقسام كلية الآداب، طبعاً إن إقبال جهات العمل تقبل على هذا القسم بالذات، لذلك تكاد البطالة منعدمة في قسم اللغة الإنجليزية أو لخريجي قسم اللغة الإنجليزية وآدابها. طبعاً هم يعملون في مجال التدريس، التحرير، الكتابة الصحفية في الصحف، المجلات المكتوبة باللغة الإنجليزية، وزارة الخارجية، شركات النشر، العلاقات الدولية والترجمة. طبعاً أكون بذلك قد قدمت نبذة مختصرة مختزلة عن أهم الأقسام العلمية في كلية الآداب، وطبعاً مثل ما ذكرت هذه الكلية مهمة جداً، وأريد فقط نصيحة لكم جميعاً، الاختصاص الذي ستختارونه الآن بعناية سيحدد مساركم المستقبلي، ولكن فيما يتعلق بكلية الآداب أو حتى الكليات الأخرى هناك ما يسمى الآن بالدراسات البينية، بمعنى الأقسام العلمية متداخلة، والطالب بإمكانه أن يأخذ اختصاص البكالوريوس في اختصاص معين لكن يكمل الدراسات العليا في اختصاص آخر. طبعاً أتمنى لكم التوفيق. شكراً دكتورة ضياء على هذه المعلومات الثرية، ولكن في سؤال يقول، هل تخصصات كلية الآداب تعتمد على الحفظ؟ طبعاً التخصصات في كلية الآداب ليست تعتمد على الحفظ، هي أساساً قائمة على التفكير النقدي، وطبعاً ما يسمى بcritical thinking، فبالتالي هي قائمة على التحليل، قائمة على العمل الجماعي في جميع مستوياتها على جميع الأقسام، من الأبحاث العادية حتى أيضاً أبحاث التخرج، فبالتالي هي مصممة بحيث تؤهل الطالب للتفكير الناقد وتصقل شخصية الطالب البحثية.
شكرا لك دكتورة ضياء. نواصل معاكم في كلية الآداب ولكن مع قسم آخر جميل، هو قسم الإعلام والسياحة والفنون. ويقولون إن الإعلام هو المسيطر على حياتنا، وهو اللي شكل تفكيرنا، يعني كل البرامج المرئية والتطبيقات والصحف والأخبار والأفلام والألعاب الإلكترونية والبرامج اللي نشوفها من خلالها الحين كلها جزء من الإعلام. وهذا اللي راح نتعرف عليه زيادة الآن مع الأستاذة سمر البيوكي، أستاذ محاضر بقسم الإعلام والسياحة والفنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً أنا جداً سعيدة أن اليوم يكون في لقاء بيننا وبين الطلبة الأعزاء خريجي المرحلة الثانوية بتخصصاتها جميعاً. بالتأكيد كل الأباء والأمهات حالياً في فترة لإعمال الفكر الحر بالنسبة لعيالهم، يعني كل واحد يبي يعرف وين ولده أو بنته راح تتخصص. في كثير من اللغط حول بعض التخصصات الموجودة في كثير من الجامعات، ومنها دائما تخصص الإعلام، لأن تخصص الإعلام دائما مرتبط، يعني الناس ربطت الإعلام في أو اختزلت الإعلام مثل ما نقول في الإذاعة والتلفزيون، لكن الإعلام مفهومة أوسع وشرائحها كثيرة جدا، وخاصة مع الجيل الجديد والإعلام الجديد والانفتاح الكبير على القنوات، خصوصا قنوات التواصل الاجتماعي وأيضا على شبكة الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية مثل ما إحنا نسميها. أنا حابة أطمن الجميع أن قسم الإعلام والسياحة والفنون هو قسم متشعب وكبير جدا ويسع الكثير من الطلبة، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من مخرجات هذا القسم، منها بكالوريوس الإعلام، السياحة وأيضا الفنون والتصميم. راح أبدي كلامي عن بكالوريوس الإعلام، لأن احنا نعرف أن الإعلامي هو شخص الآن مفترض أنه يكون شامل في كثير من التخصصات، إلا أن احنا لازلنا نسعى إلى التخصصية البحتة وزيادة فرص العلوم في عدد كبير من المسارات مثل ما نسميها. لذلك فبكالوريوس الإعلام يحتوي على 5 مسارات أساسية، هو مسار الصحافة في المقام الأول، والإذاعة والتلفزيون في المقام الثاني، العلاقات العامة في المسار الثالث، وأيضا الإعلان، ومن ثم الإعلام الرقمي. هذه التخصصات الكبيرة اللي أمامكم تأهل أي خريج أنه هو يعمل في مجال الإعلام. راح أتكلم عن المجالات الكبيرة اللي راح من الممكن أن هي تفتح أبوابها لخريجي قسم الإعلام والسياحة والفنون في تخصص أو بكالوريوس الإعلام في التخصصات عفوا اللي توني ذكرتها. لما أتكلم عن خلينا بدي بالإذاعة والتلفزيون، بما أنه يعني هو أهم التخصصات اللي دائما إحنا مثل ما نقول يتم اختزال الإعلام بأنه هو له علاقة بالإذاعة والتلفزيون. أنا دائما أقول وبتبسيط جدا سهل لجميع الطلبة والطالبات إن الإعلامي الحقيقي هو في أساسه صحفي وليس مذيع. يعني فرجاء كلنا اللي حابين ندخل هذه التخصص نحاول ان احنا نهتم اكثر في كتابة الخبر، الاستماع اكثر الى الاخبار، محاولة الدراية. يعني مش معقول ان انت تكون طالب في قسم الاعلام والسياحة والفنون وانت ما عارف شنو قاعد يصير سواء في داخل الديرة او خارج الديرة. لذلك خلونا نتفق مبدئيا جميعا ان اللي حاب فينا انه هو يدخل ويتخصص في قسم الإعلام والسياحة والفنون بكالوريوس الإعلام أنه يكون على دراية تامة بجميع الأحداث الحاصلة في المجتمع البحريني وأيضا في المجتمع الإقليمي ومن ثم في المجتمع العالمي. أرجع للنقطة اللي ذكرتها، كتابة الأخبار، طريقة كتابة الجمل بطريقة منمقة شيء جدا 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 مهم عشان تتخصص ويانا أو تدخل القسم، وهو أساس أن تكون أنت تخصصك سواء كان بكالوريوس في الإذاعة والتلفزيون أو كان في الصحافة أو كان في الإعلان أو حتى في العلاقات العامة أو الإعلام الجديد. إذا 5 مسارات تعتمد اعتماد كبير على درايتك بالأخبار، ولكن مع بعض من الرتوش المهمة. يعني مثلا لو قلت لك أنت راح إن شاء الله وعندك ميول أنك تتخصص في الإذاعة والتلفزيون،
يجب أن يكون عندك يعني قدرة على قراءة الأخبار، صوتك فخم، تحاول أن أنت تكتب الأخبار بطريقة سلسة وجيدة، عندك مهارات مونتاج فيديو، هذه كلها راح تتعلمها ويانا. الفكرة مو يكون عندك، يكون عندك قبول التعلم هذه المهارات. يعني مثلا لا يعتقد طالب الثانوي وهو داش قسم الإعلام والسياحة والفنون، خصوصا البنات الحلوات الله يخليهم يا رب ونشوفهم دائما في أعلى التخصصات وأهمها ونستانس فيهم جميعا، المسألة لا تعتمد على الشكل الخارجي، المسألة تعتمد على الثقافة والدراية، كتابة الأخبار، ومن ثم أنت راح تتعلم ويانا مهارات المونتاج، مهارات التصوير، الإخراج، الصوت وغيرها. الصحافة كذلك راح تتعلم ويانا كتابة الخبر، شلون تنسق الأخبار في الجريدة، الإخراج الصحفي، الإخراج التبويب الإلكتروني وغيرها. الإعلان يعتبر من المسارات اللي هي ممكن نسميها حديثة، التجربة فيها مش عميقة نفس مثلا الصحافة أو الإذاعة والتلفزيون، لكن ارتأى قسم الإعلام والسياحة والفنون أن الإعلان الآن هو المسيطر. الآن الكل يشتغل في الإعلام التسويقي، الإعلان الرقمي، يشتغل على الويب، فإحنا عندنا جيل نستطيع أن إحنا نعتمد عليه تماماً في أنه هو يكون قادر على مواكبة فكرة الإعلان وأنه يكون متخصص في فكرة الإعلان. إذا رحنا للإعلام الرقمي فأنا أتحدث عن طلبة خريجين من القسم يستطيعون عمل ويب سايتات، إقامة الويب سايتات، وأيضاً التسويق، وأيضاً أمور التصميم، أمور الإخراج الإلكتروني الفني، وكثيرها كثيرها من الأمور. العلاقات العامة واعتبرها من أقوى المسارات، لأن مسار العلاقات العامة يفتح الأبواب لكثير من المجالات وفرص العمل الكثيرة، وإن كان هذه التخصص يعتمد على حيثيات ونظريات وتطبيقات كثيرة، ولكن عندنا خيرة من الأساتذة والأكاديميين لتلقين وتعليم وتدريب الطالب للوصول إلى المخرج اللي إحنا كلنا نتمناه في طلبتنا وطلابنا الأعزاء. هذه بالنسبة لفكرة بكالوريوس الإعلام، وين راح يشتغل طلبة الإعلام؟ راح يشتغلون في وسائل الإعلام المحلية، سواء كنا نتكلم عن صحافة، نتكلم عن إذاعة، نتكلم عن وزارة شؤون الإعلام. لكن يا جماعة الخير، أنا حابة أكون شوية صريحة وياكم، لا ندش إعلام ونفكر أن إحنا لازم نشتغل في وزارة الإعلام، ندش إعلام نفتح آفاقنا، ندش إعلام نتكلم عن أفكار جديدة، نتكلم عن مشاريع حديثة، عن شركات إنتاج ممكن نشتغل وياها، عن شركات إعلان ممكن نشتغل وياها، بالإضافة إلى طبعاً هيئة شؤون الإعلام، وسائل الإعلام المحلية العربية العالمية، تشتغل ريبورتر صحفي، تشتغل مراسل، تشتغل مذيع، تشتغل قارئ نشرة، تشتغل محاور، أيضاً تشتغل في كثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية، لأن لا تنسى أن أكثر المؤسسات والوزارات الحكومية يوجد لديها أقسام للإعلام وأقسام للعلاقات العامة وأقسام للاتصال. أيضاً عندك مراكز البحوث والشركات المحلية والعالمية. إذن هذا التخصص تخصص مرغوب جداً، يعتمد على إقبال الطالب ومهاراته، ومن ثم تطويعه من خلال دراسة هذه المقررات الموجودة في برنامج بكالوريوس الإعلام. البكالوريوس في السياحة، كلنا نعرف أن السياحة هي القادم، سمو ولي العهد في كلمته الأخيرة كان دائماً يقول أن إحنا راح نهتم في مجال السياحة، خلاص إحنا ما راح نهتم في الموارد اللي ممكن هي تنتهي، النفط وغيرها، لكن إحنا راح نركز على الموارد البشرية، وأيضاً راح نهتم في السياحة. شنو هي السياحة؟ إحنا عندنا في البحرين، البحرين تعتبر حضارة تاريخية منذ آلاف السنوات، فكل محبين التاريخ، كل محبين البحرين يعرفون أن هذه البلد حضارة عريقة جدا، وفيه الكثير والكثير من الشواهد اللي ممكن أن إحنا
نشتغل عليها من خلال برنامج بكالوريوس السياحة، ونخرج بمخرجات جدا ممتازة. عندنا في هذه البكالوريوس تخصص الإرشاد السياحي، مرشدين سياحيين يتكلمون عن البحرين، مكان البحرين، وين نروح، وين نجي، عندهم تفاصيل كثيرة. أيضا إدارة الفنادق، وإحنا نعرف أن قطاع السياحة عندنا متفوق جدا، في كثير عندنا من الفنادق وعندنا المطاعم السياحية درجة الأولى اللي تقدم الكثير من الخدمات لسواء السياحة الداخلية إحنا كبحرينيين في وطننا، أو حتى لزوارنا من منطقة الخليج والعالم بأسره. أيضا عندنا إدارة الشركات السياحية واللي تعتمد على السفر والسياحة ومعرفة الخارج أكثر من الداخل. وين راح يشتغلون الطلبة اللي راح يتخصصون في برنامج السياحة؟ كثيرة مجالاتهم مفتوحة: الفنادق، الشركات السياحية، شركات الطيران، الإرشاد السياحي، وزارة السياحة، وأيضا المتاحف والمعارض، وهذه أشياء جدا منتشرة وبكثرة داخل مملكتنا الحبيبة. نأتي إلى ثالث بكالوريوس يقدمه قسم الإعلام والسياحة والفنون، وهذا البكالوريوس اسمه بكالوريوس الفنون والتصميم، وأنا أعتقد أن هذه البكالوريوس من أجمل ما قدمه هذا القسم، لأنه ربط ما بين فنين مهمين جدا: الفن، الفن الأساسي التجريدي اللي باليد، فنون الرسم والإبداع الفني البشري، وأيضا التصميم عبر شبكات الإنترنت والحاسب الآلي وغيره. هذه البكالوريوس، بكالوريوس الفنون والتصميم، يعتمد على تخصصين: تخصص الفنون الجميلة وتخصص التصميم الجرافيكي. ومثل ما نحن فاهمين من الكلمات أن هذا التخصص راح يعتمد على إخراج الفنون من داخل الطالب، أو أن هو يعتمد على الجرافيكس في المقام الأول والتعامل مع الحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية وغيرها. وين راح يشتغل طلبة هذا التخصص؟ التخصص سواء كان الفنون الجميلة أو التصميم، راح يشتغلون في شركات التصميم وأيضا وكالات الإعلان والدعاية، قطاع الأعمال والاستثمار، التدريس في المدارس الحكومية والخاصة، هيئة البحرين للثقافة والآثار، وبالتأكيد هيئة شؤون الإعلام، والكثير الكثير من الشركات الخاصة التي تطلب هذا المسار الجديد من نوعه. شكرا جزيلا. شكرا لك استاذة سمر. في سؤال موجه من الطلبة يسألون: هل ندرس مواد الإعلام باللغة الإنجليزية؟ نعم، في عندنا بعض المقررات، يعني نقدر نقول أن نسبة المقررات التي تقدم الدراسة باللغة الإنجليزية هي نسبة مرتفعة نوعا ما، لكن الدراسة الأساسية هي باللغة العربية. ولكن في عندنا، إحنا ما نقدر ننفصل عن العالم، الإعلام نفسه نفس بقية العلوم، كثير من العلوم يعني تقدم باللغة الإنجليزية، لذلك في عندنا أيضا كثير من المقررات التي تدرس باللغة الإنجليزية لإفادة الطالب ومعرفة المصطلحات اللي هي يحتاجها في تخصصه. أهم سؤال الأخير يسألون: هل الإعلان هو تخصص فرعي أو رئيسي، وهل ندرس فيه تسويق؟ نعم، الإعلام هو تخصص أساسي، ومن ضمنه مثل ما ذكرت 5 مسارات. هذه المسارات هي مسارات يعني تخصصية بحتة. التسويق الإعلامي موجود، نعم، ولكن بالطبع على حسب أنت وين راح تقرر أنك تتخصص. فإذا مثلا رحت الإعلان، درست إعلان أو درست مالتي ميديا، أكيد تسويق الإعلان أو حتى العلاقات العامة هي واحد من أهم المقررات التي تدرس في هذه المسارات. شكرا. شكرا أستاذة سمر. باسمكم جميعا نشكر الدكتورة ضياء والأستاذة سمر، وننتقل إلى كلية من الكليات المؤسسة لجامعة البحرين، الكلية اللي تقدم مساهمة فعالة لطلبة الجامعة عموما وللبحث العلمي لمملكة البحرين، وهي كلية العلوم ببرامجها الأساسية والمتجددة، واللي نستمع معا إلى الدكتور عبد الله عيد وشرح عن برامج هذه الكلية اللي حصلت برامجها على اعتمادية ألمانية كندية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي خريجي الثانوية العامة، حبيت في البداية أبارك لكم تخرجكم، وأرحب فيكم في اللقاء التعريفي اللي راح نتناول فيه بشكل مختصر
واحدة من أكبر وأقدم وأعرق كليات جامعة البحرين هي كلية العلوم. كلية العلوم فيها 4 أقسام أكاديمية، هو قسم الرياضيات وقسم الفيزياء وقسم علوم الحياة وقسم الكيمياء. تقدم 6 برامج بكالوريوس، عندنا بكالوريوس في الفيزياء، بكالوريوس في علوم الحياة، بكالوريوس في الكيمياء، إلى جانب 3 برامج بكالوريوس يقدمها قسم الرياضيات، هي بكالوريوس في الرياضيات وبكالوريوس في الإحصاء وبحوث العمليات والبكالوريوس في العلوم الاكتوارية. مثل ما عارفين بكالوريوس الفيزياء طبعاً هي برنامج يختص بخصائص المادة، بكالوريوس علوم الحياة هو برنامج يختص في علم الأحياء من جميع أنواع الحياة، وبكالوريوس الكيمياء بيختص في التفاعلات الكيميائية. بالنسبة لبكالوريوس الرياضيات هو طبعاً بيختص في علم الرياضيات، وبكالوريوس الإحصاء في تحليل البيانات، وعندنا برنامج جديد هو بكالوريوس العلوم الاكتوارية، هذه راح تكون الدفعة الثانية اللي نقبل فيها الطلاب في هذا التخصص الجديد. من أهم الشروط أو الأشياء المطلوبة في كلية العلوم أن يكون الطلاب الخريجين من توحيد مسارات أو من تخصص العلمي. لغة الدراسة في جميع برامج كلية العلوم هي في اللغة الإنجليزية، ومن الأشياء اللي دائما تساعد الطلاب على النجاح والاستمرار في كلية العلوم هو أن يكونون من الباكجراوند تبعهم في الرياضيات يكون ممتاز، أيضا في المواد العلمية مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء. مؤخرا في سنة 2020 في مارس 2020 حصلت كلية العلوم على الاعتمادية من مؤسسة أسين وهي مؤسسة ألمانية. حصلنا على اعتمادية لمدة 4 سنوات في 4 برامج هم البكالوريوس في الرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والإحصاء، إلى جانب اعتمادية موجودة سابقا وتجدد هي من الجمعية الكيميائية في كندا لبرنامج البكالوريوس في الكيمياء. من خطط الدراسية في كلية العلوم عندنا نوعين من البرامج، عندنا برنامج رئيسي يدرس فيه الطالب أحد البكالوريوس فقط بشكل مختص إلى جانب تخصص فرعي، فممكن طالب الفيزياء يدرس تخصص فرعي في الكيمياء أو طالب رياضيات يدرس تخصص فرعي في الفيزياء. هذه من ميزات كلية العلوم أنها تمنح الطالب أكثر من خيار في الدراسة إلى جانب أكثر من فرصة للتوظيف فيما بعد في أكثر من تخصص. قطاعات اللي ممكن بعد ما يتخرج الطالب أنه هو ينضم إليها، القطاع الأكثر استيعاباً لخريجي كلية العلوم هو قطاع التعليم. عندنا نسبة التوظيف جداً جداً مرتفعة لخريجي كلية العلوم. اليوم العالم كله قاعد يتجه إلى المواد العلمية، المواد الهندسية، فاستقطاب خريجين أكفاء في التخصصات العلمية اليوم أصبح مطلب ملح جداً. عندنا التخصص الجديد اللي هو تخصص العلوم الاكتوارية يوفر فرص عمل جدا كبيرة في قطاع التأمين. قطاع الإحصاء اليوم العالم كله يتكلم عن بيانات، يتكلم عن تحليل بيانات، يتكلم عن تجميع بيانات، العالم اليوم كله كلاود كمبيوتينج، فهذا كله راح يدخل في صلب تخصص الإحصاء. القطاعات الصناعية أيضا قاعدة تستقطب خريجي الكيمياء والفيزياء، المختبرات الطبية بتركز على خريجي علوم الحياة، إلى جانب عندنا قطاعات المستشفيات والمختبرات وأيضا قطاع فحوص واعتماد المواد. شكرا لك دكتور. دكتور في سؤال جاي يعني من الطلبة، طبعا وهذه أعتقد أغلب مشكلة تواجه الطلبة يوم كنا في الثانوي، كنا ندش كيمياء وأحياء عشان ندش هندسة كيميائية، ولكن شو الفرق بين الكيمياء في العلوم والهندسة الكيميائية في الهندسة؟ أوكي، طبعا هو الكيمياء يختص تقريبا بالعلم نفسه، بالجانب النظري والجانب التطبيقي كعلم كيمياء. في الهندسة الكيميائية هو أكثر لتخريج مهندسين، تخريج أشخاص يعني يطبقوا علم الكيمياء. في سؤال يقول ممكن تفاصيل أكثر حول العلوم الاكتوارية؟ أيوة، تخصص العلوم الاكتوارية طبعا هو يركز في الجانب الأول على استخدام تطبيقات الرياضيات والإحصاء والعلوم المالية في التنبؤات المستقبلية. فعندنا في قطاع التأمين دائما عندهم شيء هو التنبؤ في المستقبل في عمليات التأمين، في عمليات الاستثمار، فيحتاجون شخص معين ممكن يعطيهم بناء على المعادلات الرياضية، بناء على الماثماتيكال مودلز، انه يعطيهم بعض التنبؤات او بعض الاحتمالات لحدوث اشياء في المستقبل تساعدهم على اتخاذ قرارات صحيحة من الآن بحيث انه تضمن استمرارية المجال. جميل. دكتور سؤال آخر، يقولون إن ما في مستقبل في كلية علوم غير التدريس، ولكن أنا أقول خاطئ.
طبعا هو واحد من الجوانب هو التدريس، هذا طبعا من الجوانب، لكن اليوم توجه سوق العمل قاعد يتوجه الى التخصصات العلميه. عندنا احنا في الكليه تطوير البرامج قاعد يحاول انه يحاكي ويواكب التطورات في سوق العمل، وهذا السبب اللي خلانا نستحدث برنامج في العلوم الاكتواريه. اليوم حتى الشركات الصناعيه ألبا بابكو كلهم قاعدين يبداوا يستقطبوا خريجي الكيمياء والفيزياء، ففي حركه في التخصصات العلميه اكثر من قبل. حلو. في سؤال يقول احب ادرس الفيزياء ولكن عندي ضعف في الرياضيات، هل دراسه الفيزياء تعتمد على الرياضيات؟ اي طبعا دراسه الفيزياء تحتاج ايضا تعتمد اعتماد كبير جدا على تخصص الرياضيات بشكل جدا كبير، يعني حتى اتوقع خريجي الثانوي مر عليهم مواد الفيزياء في الثانوي، فكان دائما الفيزياء والرياضيات مرتبطين مع بعض، والاحياء والكيمياء دائما يكونون شبه مرتبطين مع بعض. جميل جميل، شكرا لك دكتور، شكرا. ننتقل معاكم اخواني واخواتي الطلبه الى كليه اخرى، كليه التعليم التطبيقي من الكليات الحديثه في الجامعه لانها تاسست سنه 2005 عشان تقدم حزمه من المناهج المتميزه اللي تم تصميمها بدقه لصقل مهارات الطلاب وامدادهم بالخبرات العمليه الحديثه والمطلوبه لسوق العمل. وللحديث أكثر عن هذه الكلية نسمع لموجز تعريفي من قبل ممثل الكلية الأستاذ حسين حبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أحب أرحب بالطلبة والطالبات المقبلين للدراسة في جامعة البحرين، وأتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في العام الأكاديمي القادم. ورح أعطيكم اليوم نبذة بسيطة عن البرامج الموجودة في كلية التعليم التطبيقي، ونبتدي بأول قسم من البرامج هو البرامج التقنية، وراح نتكلم في هاي القسم عن ثلاث برامج، أولها الدبلوم المشارك في إدارة الشبكات. طبعا في إقبال وطلب من سوق العمل على فنيي تقنية المعلومات، ولذلك تم تطوير هذه البرامج مؤخرا. وهذا البرنامج في الحقيقة يقوم في فني الشبكات بالتأكد من إدارة شبكات الكمبيوتر أنها هي يعني تشتغل بالشكل الصحيح. والشيء المهم اللي أحب أذكره هنا أن البرنامج تم بناءه بالتوافق مع شهادة احترافية عالمية هي سيسكو سيرتيفايد نتورك اسوسييت راوتينج اند سويتشينج. المقررات في هاي التخصص تتركز في إدارة الشبكات الكمبيوتر نتوركس، في البروغرامينج البرمجة، الرياضيات والسايبر سيكيورتي. هذه هو البرنامج الأول في البرامج التقنية. وبعدين عندنا برنامج جديد تم افتتاحه مؤخرا في الكلية، وذلك في طلب من سوق العمل على هذه التخصص، وهو Cyber Security Operations. ولو نبي ناخذ فكرة مبسطة عن Cyber Security Operations، السايبر سيكوريتي تكنيشن هو الشخص المسؤول عن إدارة حماية المعلومات، الحفاظ على بيانات المؤسسة اللي يشتغل فيها. أيضا هذا البرنامج تم بناءه بالتوافق مع شهادة احترافية عالمية هي سيسكو سيرتيفايد نتورك أسوسييت سايبر أوبس سيرتيفيكيشن. المواد اللي يعني يركز عليها هاي التخصص، ايضا بتلاحظون ان عندنا كمبيوتر نتوركس البروجرامينج والماثيماتكس والسايبر سيكيورتي. طبعا التركيز اكبر حاليا او في هذا البرنامج على السايبر سيكيورتي، مواد الامن السيبراني الالكتروني. البرنامج الثالث الموجود عندنا في البرامج التقنيه هو الويب اند مالتي ميديا ديفلوبمنت، وهاي اللي الطلبة المهتمين بتطوير المواقع، مواقع الانترنت، وأيضا تطوير الانتراكتيف ميديا نسميهم الوسائط المتعددة. فبنلاحظ أن المواد اللي بيركز عليها هاي البرنامج هي البرمجة، طبعا برمجة المواقع، إدارة مواقع
البيانات، الرياضيات والمالتي ميديا كورسز مثل الفوتوشوب، مثل الفلاش. أيضا الكلية، كلية التعليم التطبيقي، نستعرض فيها البرامج الهندسية. البرامج الهندسية عندنا برنامجين، أول شيء البرنامج الدبلوم المشارك عفوا في الهندسة الميكانيكية، وطبعا هاي البرنامج يخرج مساعد مهندس ميكانيكي، وهو طبعا مثل ما شرح الأخ في الهندسة، في كلية الهندسة، أنه راح يقوم بتصميم وتطوير واختبار وتصنيع الأجهزة الميكانيكية من ضمنها المحركات مثلا والآلات. فبنلاحظ أن أغلب المقررات راح تركز على المانيفاكتشرينج تكنولوجي، اللي هي تكنولوجيا التصنيع، الميكانيكال سيستم دروينجز، الرسومات الهندسيه، الرياضيات والميكانكس. البرنامج الثاني في الهندسه عندنا ايضا كليه تعليم تطبيقي تطرح هاي البرنامج، وهو الالكتريكال انجينيرنج، فالدبلوم المشارك في الهندسه الكهربائيه، والطالب راح يتعلم العمل على الأنظمة التحكم الكهربائية. وهني راح يكون في هاي المرحلة، مرحلة الدبلوم، يعتبر فني أو مساعد للمهندس الكهربائي. فبنلاحظ أن أكثر المقررات راح تركز على الدوائر الكهربائية، أنظمة التحكم، الرياضيات والمحركات الكهربائية. ننتقل إلى البرامج الإدارية، والبرامج الإدارية تتكون من ثلاثة برامج تعرضها كلية التعليم التطبيقي. البرنامج الأول هو برنامج الإدارة المكتبية، الدبلوم المشارك في الإدارة المكتبية، وباختصار يعني تخرج مدير مكتب، وهو راح يكون مسؤول عن تشغيل المكاتب و يعني التأكد من إدارة المكتب بالشكل الصحيح. فبنلاحظ أن المقررات اللي يعتمد عليها هاي التخصص، مثلا عندنا Documents and Spreadsheets Processing، عندنا Database Management، إدارة قواعد البيانات، المحاسبة والمهارات التواصل. عندنا أيضا تخصص الدبلوم المشارك في إدارة الأعمال، وطبعا هاي متخصص معروف، بحيث أن الطالب يمكن يقوم الخريج بأداء جميع عمليات وأهداف وسياسات وإجراءات المؤسسة اللي يشتغل فيها. فبنلاحظ أن المقررات راح تركز على المحاسبة، على إدارة الأعمال، الرياضيات والتسويق وريادة الأعمال. وآخر شيء في البرامج الإدارية عندنا الدبلوم المشارك في المحاسبة. طبعا المحاسب هو الشخص يقوم بتوفير معلومات مالية وتقارير مالية عن طريق تحليل بيانات المحاسبة للمؤسسة، والتركيز راح يكون في مقررات الأكاونتينج أو المحاسبة بأنواعها. عندنا الأخلاقيات البزنس، أخلاقيات المهنة أو العمل، الرياضيات و Documents and Spreadsheet Processing، والمقصود فيها معالجة المستندات المختلفة. شكرا. شكرا أستاذ حسين حبيل. أحب أذكر الطلبة بأنهم يمكنهم أن يكتبون أسئلتهم عبر منصة البث المباشر، عبر التيم وعبر اليوتيوب. في سؤال من أحد الطلبة يقول: هل أقدر أحول من درجة الدبلوم إلى درجة البكالوريوس؟ طبعا ممكن أن الطالب يحول من برنامج دبلوم إلى برنامج بكالوريوس مع توافر الشروط. أولا لازم يكون برنامج البكالوريوس اللي يبي الطالب يحول له لازم يكون فيه الشواغر، أوكي، مقاعد شاغرة. الشيء الثاني أن عند الطالب ثلاث فرص للتحويل من الدبلوم إلى البكالوريوس.
الفرصة الأولى إذا حقق الطالب معدل 3 من 4 بعد إكمال 12 ساعة معتمدة ممكن أنه يطلب التحويل، يعني من أول فصل عقب ما يخلص الفصل الدراسي الأول ويخلص 12 ساعة معتمدة بنجاح ومعدله ما يكون أقل من 3 من 4 ممكن أن يحول. الحالة الثانية إذا ما قدر أنه يحقق 3 ممكن أنه بعد ما يخلص 24 ساعة معتمدة بنجاح معدله 2.5 ما يكون أقل من 2.5 ممكن أيضا يطلب التحويل إلى برنامج في البكالوريوس. وأيضا عنده فرصة ثالثة إذا ومن خلال هاي الفرصة ممكن أنه هو يحصل على شهادتين، شهادة الدبلوم المشارك وشهادة البكالوريوس، يعني عقب ما ينهي الدبلوم المشارك بنجاح بمعدل لا يقل عن 2.33 من 4 ممكن بعدين أيضا يحول إلى أي كلية إلى برنامج بكالوريوس يحدده. في سؤال آخر أستاذي، يسألون الطلبة ليش برامج الكلية تشابه الهندسة والبزنس نفس التخصصات اللي موجودة في الكليتين هم الموجودة في كلية التعليم التطبيقي؟ احنا هني نحاول أن يعني نأهل الطالب أن يعني يحول، يعني ممكن للطالب أنه هو يبتدي يدرس هندسة أو إدارة أعمال ويواصل بعدين بكالوريوس، فمنلاحظ في مواد مشتركة بين الجانبين وتعادل في حال انتقاله إلى الكلية كلية يعني البكالوريوس. شكرا للأستاذ حسين حبيب. شكرا. ومثل ما قلنا أمس كثير من الطلبة يتساءلون نقدر نمشي في الإنجليزي؟ مركز اللغة الإنجليزية في جامعة البحرين يرحب بكم ويقول لكم yes you can. ففي هذا المركز يجري إعداد الطالب بشكل ممتاز لكي يتمكن من لغة الدراسة في عدد من الكليات اللي الدراسة فيها باللغة الإنجليزية، وكذلك لتقوية اللغة في التخصصات الأخرى، لأن اللغة الإنجليزية لغة عالمية ونستخدمها بشكل يومي. نبقى مع هذا الفيديو التعريفي بالمركز والدراسة فيه. Welcome to the University of Bahrain English Language Center. We offer the foundation program at 2 levels. What do level 1 and level 2 mean? Level 1 means you have to spend 1 year in the orientation program. In each semester, you will have to study 3 English courses, plus IT or math. Level 2 means you will only spend 1 semester in the foundation program. You will study 3 English courses plus IT or math. So what if I need help during my foundation year? You can go to the National Geographic Learning Resource Center for help, or you can send an email to elchelp@uob.edu.bh. Do I need to pass all the courses? Yes, you need to score a 60% average of all courses. Why is the foundation program important? It is very important because it prepares you for higher education. It also provides you with academic skills and study skills that are essential to your college degree. Thank you. I'm looking forward to this experience. وبذلك نكون اليوم قد انتهينا من إيجاز تعريف مجموعة من التخصصات. نتمنى أن نكون قد وفقنا في توضيح البرامج ليسهل عليكم اختيار التخصص. كل الشكر والتقدير للمتحدثين الأفاضل، وبإذن الله نلتقي معاكم على خير في أروقة الجامعة الوطنية جامعة البحرين، أو مثل ما نسميها صرح النور. وقبل أن نودعكم نقول لكم يمكنكم التواصل عبر مركز خدمة الطالب لأي سؤال عن جامعة البحرين. كنت معاكم نور جناحي، وأنا عبد الله المناعي، وفي أمان الله.